السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. فيديو اليوم إن شاء الله كذلك راح نعملو مشروع مربح بالقطيفة. راح نديرو تيربون تاع الشعر أو بوني للشعر، يعني سهل وبسيط. عدنا الطول، ناخذو الدوران تاع الرأس، كل سيدة يعني تقيس على دوران الرأس تاعها وتاخذ هذاك هو الطول من الجهة اللي تتمدد، والعرض تاع تاع القماش هذا تاع القطعة. راح نشاهدوني حطته في أظن 35، خلو يعني زيادة لأنه راح نعمله كفة 35 العرض تاع هذه القطعة. ناخذها كذلك، ناخذ الإبرة والخيط كذلك نحتاجها لأننا راح نخدمها 100%، يعني أي سيدة تقدر تخدمها باليد. راح نقلبوها، نسرحو يعني القماش تاعنا مليح، ونخلو هاد الجهة المغلقة ما نجوش كاع من جهتها، نروحو من الجهة الثانية اللي مفتوحة، ناخذو منها القياسات. يعني تاخذو النصف تاع هذاك، تقيسو الطول تاع هذيك هاد الجهة المغلوقة، وتاخذو المنتصف تاعها. يعني درت هكا باش نتأكد. خذيت يعني نصف 28، ثم كذلك نجو من ناحية تاع الطول هذيك الجهة، كذلك ناخذو المنتصف ونديرو نقطة. يعني سهلة جدا، أي سيدة يعني تقدر تعملها. ونجو كذلك في المنتصف هذاك تاع هذيك القطعة، ناخذو 12 سنتيمتر، 12 سنتيمتر، وناخذو نلاقو بين هاد النقاط. يعني طريقة سهلة جدا. كذلك نعملو الدوران على هذيك القطعة هكذا، يعني نروحو بقطعة مستقيمة يعني من، ونقصوها كذلك، ونثبتوها بالزيبانكل أو أي إبر موجودة عندك. حنثبتها هكذا يعني نكسلو القماش مليح باش يعني في القص راح نقصو هذاك الدوران. يعني كاين طريقتين، جربت معاكم انا هذه الطريقه، يعني كاين طريقه اخرى يجي بها القماش يعني مثني على اثنان، وهذه يعني سهله جدا، اي وحده تقدر تعملها في بيتها يعني وتلبسها في بيتها وتفرح روحها. من جهة هذا الدوران هو اللي رايح نديرو عليه هذاك الدوران اللي قصيناه، من هذا الجهة يعني انا سمحوا لي راح لي المقطع. كي بديت نخيط معاكم من البدايه، من جهه كي تفتحوا القماش من جهه الدوران هذاك اللي عيناه، راح نبدو من البدايه، نبدو نروحوا هكا فوفيلاج باش نجمعوا هذوك القطعتين مع بعض. يعني اعتذر،
وهذا الجهة اللي جاي تجي من الخلف هذه كذلك تكفوها. أنا كفيتها يعني باش يكون يعني سهل المبتدئات واللي ما عندهاش الماكينة، هكا تبقوا تجبدوا فيه باش تجي هذيك هذوك الثانيات. وكاين كذلك اللي تعرف تخدم هذه الطريقة بالماكينة الخياطة، هنكملها كنديرها في هذه التكميشة حتى نلاقي الطرفين هذو. والتزيين يعني لكم الاختيار، كل واحدة كيفاش تبغي تزينها. انا وريتكم يعني عملتكم طريقتين من هذه الجهة وهذه الجهة ونخلطوها هكذا حتى نكملو. يعني ما نحبش ان نطول عليكم الفيديو في العمل، ان شاء الله تجربوها يعني وتعجبكم ان شاء الله العمل تاع اليوم. سهل جدا وبسيط، وهذا المكان كذلك نكفها هكا باليد او بالماكينة يعني كما تبغوا. وهذه هي يعني قفلتها، شوفوا كي تجي يعني كي تلبسوها تجي احسن واحسن. ممكن هكا في المنظر ما تعجبكمش، انا المره الاولى يعني وريت لكم هذا النوع تاع السيميلي كما نسموه ذهبيين هذو، عدت لكم ثم يعني اختاريت يعني تزيين اخر. هذا ممكن تعملوا منه اذا كان شويه اكبر عليه احسن، بامكانكم ديروا سطرين يعني كذلك يجي مليح. انا بديت معكم هذا ولكن اختاريت تزيين اخر ان شاء الله يعجبكم. واللي عندها بروش شباب او تحب تعمل لها بابيونة او اي شكل يعجبكم ان شاء الله في فيديو اخر نعدكم كي ديروا تخدموا البابيون، باش يعني اذا حبيتوا تزينوا بالبابيون يعني تعرفوا الطريقة. نعد لكم هكا يعني ها هو الشكل النهائي. عملت له في الوسط وردة صغيرة، عملت له كذلك سطرين من الخرز. ان شاء الله يعجبكم عمل يومنا. رضاكم الى اللقاء.